السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. يا شومي واش باقي على المحبة ولا رافق من كان لك عدو؟ سي رافق من كان لك عدو وكي بغش لك واخا يكون على الوتاد. وتعالى البشير تفهموا عب شوية ونبقاو جوال. قال الشيخ وليدي هذا تحمل وبالقد يوبالو في امشار عندك طاوة وياك اللي عبر لك الحاج عبد القادر عبر لك بالمد والصاع. قد ما ذاقت عليك حبيبي دبت وساع. يا قال شيخ وليدي وياك الكيب القرزة من النار والكذوب هو بزارو وحبيبك لك القرقرة الحاج عبد القادر فرحل من حزام ما تبقى شي جارو. يا قال شيخ وليدي لا بغات جراها تجي من عشقا نعلف في حجري. يا لا بغات الغزارة تمشي لا تمشي وخلي فرفنا اللي بغى يشري. يا قال شيخ وليدي بعدين هما بن هما وبعدين كيف الدمدومة وبعدين حلا من العسل في القرجومة وبعدين حر من الزقومة الحاج عبد القادر وما خلاو لهما. والله الله الله يا قال شيخ وليدي حبيناكم ولحنا محبتكم على حباب وبعيني ريت سلي ضحك للسن وقلوبك احلى كيف ريش غراب وعدوك اخويا عفطلو على البواب. يا قال شيخ وليدي الهمني ربي واللي سالني شلا نفيدو وياك الرعاوين تلقى معاهما ووه الله اللي زرع مخفف ايدو. يا قال شيخ وليدي وحبيبي سلم فيا انا ما قديت نسلم فيه حتى من اللي يسلم في الله اقوى تعجبه. يا من اللي كان يحبني كان يديرني بطبق وذراعه واليوم ولا دير محبتي غير على رص باعه وتناسي حسن وحسبته من الناس اللي باعوا. يا قال شيخ وليدي بعدين يحضروا عيني من اللي يشوفونا وقابلين التالفين يتحبوا من اللي خلقونا واخرين هم رعاوين ونساواتهم غالبات والله يجعل بركة في الناس اللي حبونا تعلى درجتهم فوق الدرجات وإلا طردك لبخيل لا دوس عاد الحاج عبد القادر تبات. يا لا إله إلا الله والشفع يا رسول الله. شارك المقطع مع أصدقائك تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.